تعالوا بقى نخش نتكلم في كلام حقيقي مهم، وكلام بيوري لك مصر بتتبني ازاي. على سبيل المثال، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية. ده حلو قوي ده. طيب دكتور مدبولي بيقول انه سوق السياحة الصحية في الدنيا كلها بيشهد نمو كبير جدا في ظل تطور الرعاية الصحية، وبيشهد عندنا ايضا هذا التطور. السياحة العلاجية واحدة من المجالات الخصبة جدا لاستقبال الاستثمار الاجنبي المباشر. دكتور مدبولي في كلامه الحقيقة قال انه مصر اطلقت اول منتجع للسياحة العلاجية بشكل رسمي. معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. اهلا بيك يا فندم. استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ كل سنة وحياتك بصحة وعافية. حضرتك بالصحة والسلامة كلها بخير ان شاء الله، ورمضان كريم على حضرتك. ولا ينقصنا الا رؤياك يا فندم. بخير يا رب. ولا ينقصنا الا رؤياك دائما والله. ربنا يخليك ويبارك فيك. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، مستقبل السياحة العلاجية لو صح التعبير ايه في مصر؟ طبعا الو معاك يا فندم. شوف يا فندم، السياحة العلاجية هم ساعات دلوقتي بيسموها السياحة الصحية اوكي او الطبية، عشان تشمل مكونات اخرى، لكن هي في الاخر علاجية. يعني ساعات يقولوا السياحة الاستشفائية والشفاء علاج، صحيح، او السياحة الترويحية ايضا شفاء. فالمهم في الاخر هي السياحة العلاجية. اللي عايز اقوله لحضرتك، هذا الملف نحن في اهتمام به كبير جدا منذ سنوات طويلة. ومصر منذ عشرات السنين هي مكان للسياحة للعلاج لكثيرا من الإخوة من مختلف الدول، سواء العربية أو الأفريقية أو دول أخرى. ليه؟ عندنا مقومات حقيقية تسمح إن احنا نقوم بقصة السياحة العلاجية أو الاستشفائية. الموقع، الجو، في أماكن كثيرة جدا في مصر يمكن فيها الاستشفاء. لكن أيضا، وده المهم جدا يا أستاذ يوسف، أنك عندك مؤسسات طبية وكوادر طبية قادرة تقدر تقدم هذه الخدمات الطبية والعلاجية. النقطة الثانية، حجم السياحة العلاجية، هي بتسمى عالميا السياحة العلاجية. حجمه الفوليوم، يعني عدد الناس اللي بيلجأوا للسياحة العلاجية. طب يعني ايه سياحة علاجية؟ يعني واحد بيسيب بلده عشان يروح يتعالج في حتة تانية لعدة اسباب. ممكن ما عندوش الامكانيات، البلد ما فيهوش القدرات، او في حاجة عايز هو يستشير في مكان تاني اخر. عشرات المرضى ومئات المرضى يوميا بيجوا مصر عشان يتعالجوا من مختلف الدول. لكن الفوليوم بقى والحجم او قدرة السياحة العلاجية في العالم وصل إلى مليارات. يعني دولة رئيس مجلس الوزراء النهاردة في المؤتمر بيتكلم إن حجم السياحة العلاجية يمكن يكون أكثر من ميزانية بعض الدول. مليارات الدولارات بتصرف في السياحة العلاجية وبتتجه لبلاد كثيرة. طب هل إحنا في مصر خدنا الحجم؟ عدينا موجودة، والقدرة موجودة، والإمكانية موجودة، لكن خدنا حجم كمية الحالات أو ما نستفيد منه اقتصاديا؟ هي صحيح العيان بيجي يتعالج يا أستاذ يوسف، لكن أيضا معاه أسرة، معاه ناس، بيستخدم البلد، بيستخدم المواصلات، بيستخدم اللوكاندات، كل صحيح. الكلام ده كله. وفي دول اقتصادها قائم تقريبا على نوعين من السياحة، العلاجية والتعليمية. فإذا الهدف إن احنا ننمي السياحة العلاجية في مصر بالقدرات اللي عندنا، المؤسسات موجودة، التعامل يبقى موجود بطريقة معينة، خدمة المريض، لأن أنا قدرتي إن المريض اللي يسافر يجي تاني أو يبعت حد تاني. والحقيقة المؤتمر كانت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه الكامل للمؤتمر، ودعمه الكامل على التعاون مع المؤسسات العالمية والخبرات العالمية حتى تنجح خطة مصر لتوطين او زياده توطين السياحه العلاجيه. طب هل ده معناه يا دكتور ان احنا بدانا في عمل البنيه اللازمه لهذا النوع من السياحه؟
فضل الدكتور. ايوه دكتور. موجود يا فندم. البنيه التحتيه انت النهارده بتعمل مؤسسات صحيه ايوه قادره يعني المؤسسه قادره بامكانياتها وقدراتها، فيها القوى البشريه المدربه الجيده التي تقدم الخدمه للمريض. على فكره دي تنعكس على المريض المصري والمريض اللي جاي من بره طبعا، بجوده بفاعليه بامان. وايضا في نقطه مهمه جدا، انت لازم تسهل الاساليب اللي يقدر بيها يجي المانيا يريد اللجوء لمصر للعلاج او الاستشفاء، سواء تاشيره الدخول، سواء الاسعار اللي هنعمله بيها، سواء سلاسل تقديم الخدمه ومتابعه هذه الخدمه. فالمؤسسات فعلا موجوده. وبعدين تقريبا ما فيش يعني محافظه في مصر ما فيهاش مكان يعني ممكن يبقى فيه نوع من السياحه الاستشفائيه. جنوب سيناء فيها، الوادي الجديد فيها، مرسى مطروح فيه، عندنا القاهره فيها اماكن كثير جدا. ولا ننسى مثلا كان في مكان في حلوان ما زال موجود طبعا يستطيع ان يقدم هذه الخدمات. سؤال حضرتك مهم جدا، يعني هل احنا جاهزين مؤسسيا وتنظيميا واداريا وماليا ان احنا نقدم هذه الخدمات؟ يعني دوله رئيس مجلس الوزراء حط النقاط اللي نقدر نستعين بيها في هذه الاتجاهات. صحيح. اداريا، فنيا، ماليا، مراقبه، متابعه. فانت النهارده بتحط الاماكن التي تعتمد من هيئه الاعتماد والرقابه تراقب هذا المكان وتتاكد ان طالب العلاج سواء مصري او جاي من بره بياخد العلاج المطلوب بجوده وفعاليه وامان، وايضا مهمه جدا بسعر ثابت. انا بقول له ان شاء الله الباكج اللي هياخد بيها العلاج اللي جاي من بره كذا، ونقدر نزود الدخل القومي المصري وسمعه الخدمات الطبيه والاستشفائيه في مصر في مختلف انحاء العالم باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر ليك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه. الف شكر. طيب